في الحلقة السابقة خليناها مع آلاء، جات العمارة اللي ساكنة فيها مونا باش تشوف الأب ديالها وتعطيها شي حاجة، وهي طالعة في الأسانسور غادي تلقى مع إلكار اللي كان من قبل جا عند مونا، فغيتفاجئوا ملي غيشوفوا بعضياتهم. آلاء ما غدويش معاه، ولكن إلكار غيقول لها في نظري كاع ما تمشي تشوفي الأب ديالك مع ديك المرأة، المنظر اللي غتشوفي ما غيعجبكش، ما غادي تقول ليه والو وغادي تمشي في حالها. ملي غتبعد عليه غتفكر الهضره اللي قالت ليها الطبيبه النفسانيه ديالها بانه هو ما كتبغيهش، وهذوك غير جراح ديال الطفوله هما اللي خلوك تعلقي به، وانه هو واحد نرجسي ومختل عقلي. فغتمشي قدام باب الابارتمون ديال مونا، غادي تدق عليهم ولكن ما غتستحملش انها تبقى حتى يحلوا عليها الباب وتشوفهم بجوج، فغتعلق داكشي اللي جابت الاب ديالها في الباب ديال مونا. غترجع للاسانسور غتلقى الكار باقي كيتسناها تما، ملي غيشوفها غادي يحل يديه باش تجي عنده يعنقها، فداكشي اللي غادي دير فغتدخل كتجري عنده وغادي تعنقه وغادي تبقى في الحضن ديالو. من بعد غادي نشوفو مونا اللي من بعد ما سمعت الدقان في الباب ديالها غادي تمشي تحل الباب، غادي تلقى واحد دو ساشي اللي فيهم شي حوايج. غيخرج تيمور غيقول ليها شكون اللي جاب هادشي، غادي تقول ليه هادي بنت ليا ديالك ما عرفتش شكون جابها ليك. غياخدها ملي غيقلبها غيلقى فيهم الحوايج ديالو، غيقول ليها هادي بنتي اللي جات تبعتني حتى لهنا. نرجع عند إلكار وآلاء، غيقول ليها صافي عافاك ما تبقايش تبكي، ما كنستحملش نشوف دموعك، وزيدون الدموع ديالك حتى واحد ما يقدر يهبطهم ليك من غيري، هاد الدموع ديالك خصهم يهبطوا غير على قبلي. غادي تدفعو غادي تقول ليه واش انت مريض، لا راك بصح مريض، ولكن انا اللي حمقى وجيت دابا وبقيت معاك هنا. غنشوفو من بعد هالة مشات للشركة باش تقنع اسماعيل انه يرجع مونا للخدمة. غادي يقول ليها ما غاديش نرجعها، غادي تقول لي هالة ولكن الا ما رجعتيهاش راه غادي تفضحنا، ما تنساش راه سنوات وهي خدامة عندنا وعندها جميع الاسرار ديالنا، راه نقدروا نقولوا انها هي صندوق الكحل ديال عائلة إلغاز، فالا ما رجعناهاش غادي يكون خطر علينا. غايقول ليها بغيتي تقولي الا عندها شي اسرار عليك غادي تفضحهم ماشي عليا انا، انا ما عمري ما قلت لمونا الاسرار ديالي باش تمشي تفضحني، مونا راه صندوق الكحل ديالك انتي. غادي تقول ليه انا الا مشات تفضحتني ودخلت للسجن فانتوما غادي غنغرقكم معايا، ما تنساش انا راه عندي الكنيه ديالك، كنيه ديال عائله إلغاز. غادي يقول ليها اسماعيل ديك الكنيه اللي فرحانه بها انا غادي نحيدها لك وبجلسه واحده، غادي نرفع عليك دعوه ديال الطلاق، وغنقول للقاضي كاع دوك التهم اللي متهمك بهم النسيب ديالك هارون. بلاتي نتفكر هاد التهم اللي متهمك بهم، انتهاك الحياه الخاصه، تشهير، رشوه، وزيد وزيد. الا قلت هادشي للقاضي فراه في جلسه واحده غيطلقنا، وهكا غنكون تهنيت منك وديك الساعه فضيحك غادي يبقاو معاك. فغنشوفو هالة والاول مره خارجه وحاني راسها للارض، فغتبغي تدخل للبيرو ديال إلكار حتى غيبان ليها جنيد خارج منه، غيقول السكرتيره جيبي لنا جوج كيسان القهوه نشربها انا ونسيبه ديالي. غادي تقول ليه من الاحسن نمشيو للبيرو ديالك ونشربو فيه القهوه. غيقول ليها واش ما فراسكش، غادي تقول ليه لا شنو. غيقول ليها سي اسماعيل عطاني البيرو ديال إلكار والبيرو ديالي خرجت منه. غادي تقول ليه اه ايوا مزيان صافي خلي حتى المره الجايه ونشربو قهوه، ما جاتش ندخل عندك البيرو ديالك وما عنديش لك هديه. غيقول ليها مدام هاله راه ماشي انا اللي اختاريت نجي لهذا البيرو. غادي تقول لها صافي صافي بصحتك ومبروك عليك. فغتخرج وهي كتبكي حتاش اسماعيل بغى يطلقها وجرى على ولده وعطى البيرو ديالو لراجل بنتها. فغتطلع الاسانسور وغادي تبدا تبكي بزاف. من بعد غادي نشوفو إلكار اللي جاي للشركة وغيكون كيهضر مع جنيد لحتاش كان داير معاه انهم يتلاقاو ويهضروا مع بعضياتهم في مواضيع ديال الرجال بيناتهم. هالة اللي غادي تكون خرجت من باب الشركة غيبان ليها إلكار حتى هو تما، فغتمشي كتجري لعندو وغتحاول تمنعو انه ما يدخلش. غادي يقول ليها إلكار انا جيت نشوف غير جنيد ما غاديش ندير شي مشكل. غادي تقول ليه من الاحسن يلا نمشيو، وغادي نوصيك واحد الحاجه ما عمرك ما تعاود تهضر مع جنيد ولا تحسبوا اخ ديالك، جنيد ماشي خوك، جنيد راه العدو ديالك وباغي غير فوقاش يشوفك طايح للارض. غايقول ليها بلا ما تبقاي تخربقي ماما، شنو عنده كاع ما يدير، غياخذ لي بلاصتي مثلا في الشركه، هادشي راه ما يمكنش.
بابا ما يقدرش يسمح لشي حاجة بحال هادي، فغتبقى ساكتة وكتشوف فيه. غادي يقول ليها ما تقوليهاش، ما تقوليش لي بلي خدا لي بلاصتي في الشركة، ما تقوليش لي بابا دارها. غادي تقول ليه اه للأسف، ولكن شوف غير خلينا نمشيو للدار ونهضروا في هذا الموضوع، وانت غادي ترجع لبلاصتك وغادي نحيدو جنيد من تما. غادي يقول ليها ما غنمشي حتى البلاصه، وغيدخل كيجري للشركه. غنشوفو جنيد اللي غيكون كيقول اسماعيل كون غير خليتيني نرجع للبيرو ديالي القديم، انا ما عنديش مشكل، كاع البيروات عندي فحال فحال، المهم هو ما يتخلقش ليا شي مشكل مع الكار، ما بغيتوش يتقلق مني. غيقول ليه اسماعيل هاد الشركه ديالي وانا اللي كنشوف كل واحد المكان المناسب ليه. غيقول ليه ولكن ماشي مع الكار، هذا البيرو ديال الكار فصافي خليه ليه، انا غنرجع غير البيرو ديالي القديم. غيقول ليه انت غتبقى هنا، والكار راه مابقاش في هاد الشركه، هادي مده باش جريت عليه. الكار ديك الساعه اللي غيكون دخل داخل الشركه، الحراس اللي غيكونوا كيحاولوا انهم يمنعوه باش ما يدخلش، لحتاج اسماعيل سبق ليه وقال لهم باش ما يخليهوش يدخل، ولكن ما غيديها حتى شي واحد وغيدخل كيجري. اسماعيل اللي غيكون باقي كيهضر مع جنيد وغيقول ليه كيف ما قلت لك هاد الشركه ديالي، وندخل ونخرج اللي بغيت. ديك الساعه الكار غادي يدخل عليهم. جنيد غيقول ليه الكار شوف ما تفهمنيش غلط، راه ماشي انا اللي بغيت نجي لهاد البيرو. اسماعيل غيقول ليه غير تهنى جنيد انا غنتكلف به. غيقول ليه هاد الشركه ديالي وانا اللي جبت جنيد لهنا. جنيد غيقول الكار بلا ما تقلق وتجاوبو خلينا نخرجوا. الكار غيقول لجنيد بلا ما تقلق انا كنعرف مزيان هذا الراجل هذا اللي قدامي هو اللي جابك وحطك في البلاصه ديالي وفي البيرو ديالي بالضبط. غادي يقول لي اسماعيل شنو هاد قله الاحترام، خرج عليا من الشركه ديالي. جنيد غيقول ليه عفاك غير تهدنو خلينا نهضروا غير بالعقل. غادي يقول ليه اسماعيل انا ما غنهضر مع حتى شي واحد بالعقل، هذه الشركه ديالي وبغيت نجري عليه منها. الكار غادي يبدا كيبكي وغيقول ليه شنو درت لك بابا، علاش من صغري وانت ما كتبغينيش، من صغري وانت كتكرهني، ما عمرك ما تعاملتي معايا بحال شي اب مع ولده. غيقول ليه خرج عليا من هنا دابا بغيتك تخرج. جنيد غيقول الكار عافاك خلينا نخرجوا حتى من بعد وعاود هضر معاه. الكار غيقول اسماعيل غتدفع الثمن ديال هادشي اللي كدير فيا. جنيد ملي غيخرج هو والكار لبرا غيقول ليه انا غنخرج من البيرو ديالك بلا ما تقلق. غيقول ليه انت غير بقى في بلاصتك، هاد المشكل هذا بيني وبين بابا. فغنشوفوه من بعد هبط عند الام ديالو لتحت وشدوا في يدين بعضياتهم وخارجين بزوج بهم مدلولين من الشركه. بهار اللي غادي تكون عند هارون في الدار ديالو غادي تقول ليه الصراحه الاول مره كنحط راسي على المخده وكنعس مرتاحه، من نهار درت يدي في يدك وقفنا في وجه دوك الناس وبغينا نحقوا العداله. غيقول ليها هارون ولكن انا ماشي في حالك، ما كنقدرش نحط راسي في ليل على المخده ونعس مرتاح بسبب واحد السيد اخر اللي مازال ما خداش الجزاء ديالو. غادي تقول ليه بلا ما تقد زوق في الهضره، انا فهمتك مزيان شنو قصدتي، وصراحه ما غنلومكش، اي حاجه قلتيها على داك السيد واي كلمه خايبه قلتيها في حقه انا غنكون متفقه معاك، ولكن انا درت غير بوجه الولاد ديالي وما بغيت نشوفهم كيشوفوا الاب ديالهم في السجن، وكنشكرك بزاف حتى تفهمتي هذه القضيه. غيقول لها في الصراحه انا ما قصدتش اننا ندخلوا راجلك تيمور للسجن، ولكن عندي واحد الخطه اخرى الا قبلتيها. غادي تقول ليه اه كنسمعك. في الليل غادي نشوفوا بهار جات للدار ديالها وغادي تكون كتشوف تيمور اللي جا باش يشوف الابن ديالو، والنظرات ديالها ليه غيكونوا كلهم احتقار. من بعد غتمشي للغرفه ديالها غيتبعها تيمور. غيقول ليها ما كي كتشوفي فيا بحال هكا، شنو واقع، شوفات ديالك غريبه هاد المره. غتبقى كتشوف فيه بزاف وما غتجاوبوش وغادي تسد عليه الباب. من بعد غادي تعيط لهارون وغادي تقول ليه الصراحه داكشي اللي قلتي عليا مزيان بزاف، ولكن خايفه خليني مازال نفكر، ماشي على قبله ولكن على قبلي وعلى قبل ولادي، فما بغيتش ناخد شي قرار اللي غيضرهم ويضرني حتى انا. في الدار ديال الغاز غادي نشوفوا الكار جمع الحوايج ديالو وقال لريم بانه غادي لانقره على قبل شي خدمه. غادي تقول ليه ما دخلتش ليا لراسي هاد الخدمه اللي جات هكا فجاه. غتجي الام ديالو غتعنقو وغتقول ليه كن متاكد هاد الوضع ما غاديش يطول بزاف، غير سير لخدمتك وكون هاني. اسماعيل غيبدا يضحك وغيقول ليها اه اه خدمه باينه الخدمه. ريم غادي يودعها الكار وغيخرج. الكار في الاصل ما غاديش يكون غادي لانقره على قبل الخدمه، غيكون غادي غير ليخت ديالو
اللي كاين تما نيت في اسطنبول. فغيعيط للسيد اللي مكلف ومقابلو ليه، غيقول ليه قاد ليا اليخت في شي بلاصه اللي تكون مضربه وما بيناش واللي ما يشوفها حتى شي حد، وعمر ليا الثلاجه لحتاش غادي نجلس مده طويله فيه. هالة اللي غتكون داخله الغرفه ديالها غيقولها اسماعيل دغيا دغيا ما تعطلتيش، مشيتي عيطتي على بنتك وبديتي كتعمري ليها راسها وقلتي لها بانني حيدت لولدي البلاصه ديالو في الشركه وعطيتها لراجلها، فعيطت ليا وهي مخلوعه وكتبكي وطلبتني باش انني نرجع خوها لخدمته. في ديك الساعه هالة غيوصلها ميساج من عند السيد اللي كلفاتو باش يعرف ليها اسماعيل في الليله ديال الحديث فين كان ما بين 7 و11، غيقول ليها هاد المعلومات اللي باغيه غدا غادي يكونوا بين يديك. الغد ليه في الصباح غنشوفو داك السيد جايب واحد الظرف اللي فيه المعلومات اللي باغيها هالة، غيتلقى به اسماعيل غيقول ليه شكون انت وفين غادي بهذا الظرف، غيقول ليه هذا الظرف ديال مدام هالة صيفطوه ليها من الجمعيه باش تحضر لواحد الاجتماع كاين تما، غيقول ليه راها كاينه لداخل وهو في السياره ديالو غادي في الطريق، غادي تعيط عليه المحاميه وغادي تقول ليه شنو بقيتي درتي في الموضوع ديال ديك الليله، واش الكار وهالة اقتنعوا بانك ما كنتيش في الليله ديال الحديث في ديك البلاصه، غيقول ليها غير كوني هانيه داك الموضوع راه تنسى. هالة اللي غادي تكون شعلات البيسي ديالها باش تشوف اسماعيل ديك الليله فين كان، فغتصدم من داكشي اللي شافت قدامها لدرجه انها غادي تبدا ترجف وترعد، البيسي ديالها غادي يطيحوا على الارض وغادي تكون كامله متوتره من داكشي اللي شافت. وما مصدقاش ديك الليله اسماعيل حتى هو فين كان. الا بغيتو تعرفوا هالة شنو شافت بالضبط وشنو غادي دير من بعد هادشي اللي عرفات، ما تنساوش تخليو ابوني ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم الحلقات المقبله اللي غادي نحط ان شاء الله. ما نزيدش نطول عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.